السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة كامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على كود تجديد باقة الفلكسات لشبكة فودافون. الكود دوت مجرد ما تكتبه وتضغط اتصال هيجي لك تفاصيل باقة الفلكسات لو أنت عايز تجددها. طيب هنبدأ نكتب الكود وهيبقى نجمة 225 شباك. يعني الكود اللي هتجدد بيه باقة الفليكسات لشبكة فودافون هيبقى نجمة 225 شباك. وبعدين هنضغط اتصال بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطنا اتصال هيجي لنا ثلاث اختيارات. اول اختيار اللي هو عرض الفليكس، ثاني اختيار لتجديد الباقة، ثالث اختيار لمعرفة ميعاد التجديد. طبعا لو انت عايز تجدد الباقة في اي وقت مجرد ما تختار رقم 2 اللي هو تجديد الباقة هتجدد الباقة عادي، ما فيش اي مشكلة. وطبعا لو انت عايز تشوف العروض بتاع الفليكسات تختار رقم 1 ورقم 3 اللي هو معرفة ميعاد التجديد. ولو انت عايز تجدد الباقة قبل ميعادها هتختار رقم 2 اللي هو تجديد الباقة. وكود معرفة الفليكسات المتبقية هيبقى نجمة 60 شباك. يعني الكود اللي هتعرف بيه الفليكسات المتبقية هيبقى نجمة 60 شباك. وبعدين هتضغط اتصال. طيب هيبقى فاضل معانا كود التحويل من باقة لباقة اخرى، وهيبقى كود التحويل من باقة لباقة اخرى في النظام فليكس، وهيبقى الكود، نمسح الكود الاول، نجمة 88 شباك. بعدين هتضغط اتصال، وده هيبقى كود التحويل من باقة لباقة اخرى في نظام فليكس. وده كان الكود اللي هو تقدر تجدد بيه باقة الفليكسات لشبكة فودافون. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.